ومعنا مباشرة من بغداد علي عبد الكريم. علي، حظر التجوال مدد في العاصمة بغداد، إلى أي درجة هناك التزام به من لدن المواطنين؟ مرحبا بك زميلي وبكل مشاهدين قناة الفلوجة الفضائية. على الرغم من رفض التجوال أو من فرض حظر للتجوال للحد من انتشار مرض كورونا في البلاد، إلا أن سكان العاصمة بغداد غير ملتزمين بهذا القرار، خاصة في مناطق شرق القناة مثل مدينة الصدر، الشعلة، إضافة إلى منطقة حيؤور الشعب. هذه المناطق كلها غير ملتزمة، هذا يواجه صعوبة أو القوات الأمنية تواجه صعوبة في تلك المناطق للحد من انتشار الفيروس، وأيضا للحد من تجول السكان في هذه المناطق. حدثونا أن بسبب هذا التجوال أو بسبب السكان الكبير بتلك المناطق اضطرت عمليات بغداد والقوات الأمنية إلى غلق تلك المناطق بالصبات الكونكريتية حتى لا يكون عملية دخول وخروج، لأنها لا أو السكان اللي متواجدين بتلك المناطق يخرجون إلى المراقد المقدسة ويخرجون للتجوال في أغلب مناطق العاصمة ولا يهتمون إلى المرض ولا يهتمون إلى الوباء، بينما في مناطق أخرى هناك التزام بالحظر. الآن أنا متواجد بمنطقة العظمية، هذه المنطقة يوجد فيها التزام بالحظر كما تشاهد الشارع من خلفي فارغ، وأغلب المحال التجارية مغلقة بهذه ربما المنطقة. علي أسألك عن قضية إغلاق بعض الطرق الرئيسة والشوارع بالصبات الكونكريتية، لكن بالمقابل أيضا هناك حركة للراجلة، يعني خلفك وقبل قليل مر 3 من الشبان وآخر الآن يتمشى على الرصيف في العظمية، فيعني إلى أي درجة قضية قطع الطرق قد حدت من حركة الناس الأشخاص يعني في بغداد؟ أنا الآن بنقرب من الجسر الذي يربط منطقة العظمية بمنطقة الكاظمية، حيث إلى هذه اللحظة العديد من الزوار يذهبون إلى مدينة الكاظمية لزيارة الأئمة هناك في تلك المناطق، فالقوات الأمنية تمنعهم الكثير من الشبان أو الكثير من العوائل التي تذهب إلى منطقة الكاظمية اليوم مستاءة وغاضبة بسبب هذا القطع، مما حدث بعض المشاكل. حتى قبل قليل كانت هناك مشكلة بمجموعة من الشبان، صارت مشادات مع الجيش وانتهت باعتقال البعض والآخرين ذهبوا إلى بيوتهم. فالقوات الأمنية تواجه الكثير من المشاكل بسبب عدم أو بسبب عدم تفهمهم إلى غاية اللحظة صعوبة هذا المرض وصعوبة الشفاء من هذا المرض. شكرا. فنحتاج إلى توعية أكثر في سبيل الوقاية من هذا المرض. شكرا جزيلا علي عبد الكريم، مراسلنا، كنت معنا مباشرة من بغداد.